مرحبا جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم غادي يكون فيديو جديد ان شاء الله ونهار جديد، واليوم غادي نهضروا على اخر فيديو من السلسله ديال الفيديو على تركيا، سبيشالي الفيديو اللي هضرنا على السلبيات والحوايج اللي خصك تجنبهم. اليوم غادي نهضروا علاش خصك تزور تركيا، نم الحوايج اللي يخليوك تبغي تزور تركيا، من اهم ومن اجمل الحوايج اللي مهمين اللي يخليوك تبغي تزور تركيا. سو قبل ما ندوزو الفيديو، ما تنساش دير لايك وتابونا في القناه، بارطاجي هذا الفيديو للماكسيموم في لي جروب وفي لي باج مع صحابك في اي بلاصه باش تكبر العائله، وفعل الجرس باسكو كل نهار غادي يتحط فيديو جديد ديال ووكينغ تور ديال لي فلوغ وديال هاكا معلومات الا كانت شي حاجه اللي امبورطانت اللي نبغي نبارطاجيها معكم. قبل ما نطول عليكم الهضره، يلا ندوز لا فيديو، ليتس جو. اول حاجه اللي تخليك تبغي تجي لتركيا هي التنوع في التسوق، التسوق بشكل عام، يعني كاين واحد التنوع كبير، يعني اي حاجه تبغيها غادي تلقاها، لا من ناحيه المارك، يعني اي حاجه التسوق في اي حاجه، كاين لي مول بزاف، كاين المراكز التجاريه، تخيل معايا كاين كل نهار سوق، سوق الاثنين، سوق الثلاثاء، سوق الاربعاء، سوق الخميس، سوق الجمعه، سوق الاحد، كل نهار كاين سوق، يعني تلقاو فيه داكشي اللي رخيص. وراكم عارفين الاسواق الاسبوعيه، بلا ما ندوي على لي ماركت، بلا ما ندوي على لي مول، شي كاين بزاف بزاف في اسطنبول، خصوصا في اسطنبول. عطينا واحد الاهميه، ما كندويش لكم على التسوق على غير على حوايج، انا جاي لكم اليوم هضر على، كندوي لكم على التسوق من جميع لي الكترونيك، الكترونيك التسوق، اي حاجه ديال الدار، الماعن، الحوايج، الطلامط، اي حاجه تبغيها. بزاف ديال، علاش هنا في المغرب وفي الدول العربيه كتلقى بزاف ديال لي مارك ديال تركيا كيتباعوا هنا رخاص، بثمن رخاص، كيجيبهم من تركيا باسكو تركيا كتنتج هادشي وكيتباع تما بالجمله رخيص، ورخيص بزاف، سوق كيجيبوه هنا كيعودوا فيه البيع وكيربحوا فيه. الله يسهل على الجميع. هذه اول حاجه اللي غادي تخليك تبغي تزور تركيا، اللي فيها واحد التنوع كبير من ناحيه التسوق، اي حاجه غادي تحتاجها، اي حاجه غتلقى من ارخص الثمن اللي ما يطيحش لك على بالك حتى لواحد الثمن اللي معقول، زيد شويه على حسب لا مارك وداكشي، حاجه اللي مستورده داك يجيبوها من برا كتكون غاليه وغاليه بزاف، وما ننصحكمش بها. تقدروا تشريوه من اي بلاصه، ما تشريوش من تركيا باسكو غتكون دوبل ديال الثمن على في بلادك ولا في بلاد اخر. هذه اول حاجه اللي تخليك تبغي تمشي لتركيا هي التسوق من جميع المجالات ديالو. ثاني حاجه اللي غادي تخليك تبغي تمشي لتركيا هي الحوايج. لا كيف ما كنقولوا هذه اهم حاجه، تلاقيت مع بزاف ديال الناس تما قالوا لي حنا كنجيو لتركيا بزاف على قبل شنو، على قبل الشوبينغ، على قبل الحوايج، كيجيو يديروا الشوبينغ تما الدراري. دريه تلاقيت معاها واحد الدريه سولتها تما تونسيه باقي نعقل، تلاقيت معاها تحياتي لها من هذا المنبر، لا شافتني وعقلات عليا. سو قلت لها علاش زعما، حيت كاينين توانسه تما بزاف كيمشيو بزاف لتركيا، قلت لها علاش كيجيو توانسه زعما هنا بزاف وهكا، قالت لي كيجيو الاغلبيه اللي كيجيو على قبل الشوبينغ، واحد تركيا رخيصة. سو واحد الحاجة اللي غتخليك تبغي تحماق تمشي لتركيا ديما بزاف هي الشوبينغ، الحوايج، سباتري، براسلت، أي حاجة متعلقة يعني بالأوتفيت اللي غتلبسو في النهار ديالك، وغتلقاهم بأرخص الأثمنة. ملي كنتي محفحف تمشي الأسواق الأسبوعية، كاينين دي بوتيك كيبيعو داكشي رخيص، بلا ما ندوي على لي مول، بلا ما ندوي على لي مارك العالمية، بلا ما ندوي على إس واي كي كي دي فاكتو، بزاف بزاف بزاف. هاد المجال ديال الشوبينغ ديال الحوايج وهاكا اكسيتيرا، سو شي حاجة اللي بزاف تما بزاف. ونصيحة نقولها لكم، أي واحد غادي مسافر ما يديرش الغلط ديالي، انا هزيت الباك باك ديالي ديال الدار وديت فيها الحوايج بزاف. ما ننصحكمش ما ديش الحوايج، ديش حاجه قليله قليله بزاف، دي الساك كون خاوي 90% ديالو، دي هذاك الشيء البيسيك المهم ديالك اللي تحتاجه، ولا ما تشريش من تما، حيت منين توصل تما
الحوايج رخاص موجودين ضروري تبغي تشري حوايج تما، وغادي يطرى لك بلان ديال يقولو عندك حوايج بزاف فهمتوني. سو ما ديرش حوايج بزاف واخا تكون غادي نتوريس الله يجعلك في شي سيمانه 10 ايام، حيت هتشتري من تما وغتزيد تقل على راسك بالحوايج. اوكي دابا الحاجه الثانيه لا تبغي تخليك تمشي لتركيا، اللي خصك تزور تركيا على قبلها هي التسوق، وخصوصا الاوتفيت ولا الشوبينغ اون جينيرال. الحاجه الثالثه لا تخليك تبغي تزور تركيا وتخليك تركيا خصوصا اسطنبول تعجبك هي البنيه التحتيه. البنيه التحتيه شي حاجه واعره 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 بزاف. دابا مثلا المترو، المترو كيدور نص المدينه، ومدينه اسطنبول راه كبيره بزاف كبيره بزاف. اسطنبول الاوروبي واسطنبول الاسيوي، غير اسطنبول الاوروبي ولا الاسيوي بوحدها راه تحل خصك ديال الوقت باش تدور فيها، خصك بزاف هادي بالطوموبيل وهاك ولا درتيها غير الاوروبي نهار كامل. سو يعني مثلا نعطيكم واحد المثال، مثلا في الباص عندهم عجبتني واحد الحاجه نتمنى يطبقوها هنا في المغرب، جوج ديال الحوايج عجبوني في الطوبيسات تاع حنا تبارك الله عندنا دابا الطوبيسات بروفيسيونيل من الرقم واحد من لي طوبيس في العالم كامل خصوصا هنا كازا وداكشي. سو حاجه اللي بغيتهم يزيدوها في الطوبيسات عندنا، علاش ما يديروش بحال اسطنبول، اسطنبول كارت، يعني ماشي كطلع وخاصك تسنى الشيفور واقف وتعطيه الفلوس ويعطيك الورقه، لا كارت اسطنبول مثلا مديرين اسطنبول كارت كتعب الفلوس باق كدير تد خضره كدوز كتمشي طريح بحالاتك، مع كطلع الطوبيس ما كيدافك شي فورما والو كدوز بحالاتك، غير هو كيراقبك واش خلصتي ولا لا، كيقولك خلص صافي يقولك خلص ضروري هادي المهمه ديالو انه يقولك خلص، باسكو تما ما كيطلع لك كونترول لا والو، ولكن راه كاينين دي كاميرا كيراقبوا كلشي اللي خلص اللي سلات هكا داك تجي مخالفه وغرامه داكشي. واحد الحاجه اخرى عجبتني في الطوبيسات عندهم هي دايرين لك واحد الشاشه صغيره وكتشوف الوجه ديالك فين ما كتوصل الوجه ديالك كتقال في الطوبيس واحد كيهضر شي دريه ديالنا الصوت بحال الشكل ديال التراموي داكشي، بلا راه هاد الوجه اللي يوقف فيها الطوبيس راه هي هادي باش تنوض من بلاصتك اللي كنتي هابط من ديك الوجه، ولا كتبقى مراقب ديك الشاشه ملي كتوصل الوجه ديالك راه كتطلع بالخضر وكتهبط للبلاصه بلا ما تسول بلا ما فهمتي. هادي حاجه زوينه زوينه مكره لهم هاد الحوايج يزيدوهم خصوصا في مدينه كبيره بحال كازا، ويزيدوهم في كاع الدول العربيه ديالنا بحال هاد الحوايج. والمترو عنده شي حاجه واعره واعره بزاف، نتمنى حتى حنا وصلنا القضيه ديال المترو هنا في المغرب ان شاء الله. البنيه التحتيه من جميع الانواع، راه دابا تركيا راه عندها اكبر مطار في العالم بناتو، مطار جديد ديال اسطنبول اكبر مطار في العالم، اكبر مطار في العالم راه تدخل ليه راه الا ما كنتيش عارف وما سولتيش ولا ما كانش معكش واحد عارف اصلا، غير باش نوصل من بلاصه بين بلاصه وبلاصه في المطار الكبير راه خاصك الطريق وكتبقى غالي كبير بزاف تبارك الله. وهما كيخدموا على النواحي ديال البنيه التحتيه، واي واحد مشى لتما راه غادي يوافقني على هاد الهضره. الحاجه الثالثه اللي تخليك تبغي تزور تركيا هي البنيه التحتيه، اللي ما تلقاش مشكل من ناحيه ديال الترونسبور اي حاجه متعلقه بهذا الشيء ديال البنيه التحتيه. الحاجه الرابعه اللي تخليك تبغي تزور تركيا واللي خاصك تزور تركيا على قبلها هي المساجد. يا سلام جمال المساجد، تاع المساجد مبني من وقيلا من عهد انا ما سولتش وما بحثتش في هذا الموضوع، مي على شكل الهندسه ديالهم والشكل ديالهم باينه مبنيين من عهد العثمانيين ومن العهد القديم ديال تركيا، واحد الجماليه ديال المساجد وكثره المساجد في اسطنبول تبارك الله. تخيلوا بين مسجد ومسجد كتلقى مسجد ومسجد اجمل من الاخر، يعني البنيه ديالهم والهندسه ديالهم كتعطيك واحد عاتي كتكون غادي في الباص ولا في العبارة وسط البحر ولا غادي في اي حاجه كيبان لك دوك كيبان لك داك المساجد بديك الجماليه ديالهم وعاطين ديك الرونق وواحد الحلاوه لديك اسطنبول.
دي واحد الحاجه زوينه زوينه بزاف. ملي كتدخل داخل ديك المساجد تبارك الله، واحد الزخرفه وكبار وحد تبارك الله، واحد الجماليه ديال هاد المساجد. الحاجه الرابعه اللي تخليك تبغي تزور تركيا هي المساجد ديالها تبارك الله على ديك المساجد. الحاجه الخامسه اللي تبغيك اللي تخليك تبغي تزور تركيا هي ما بغيتش نحطها هي الاولى، قلت نحطها هي الخامسه، ولكن كانوا فيهم نحطها هي الاولى باش تشوف تسمعوها تبغيو، هي المدن الجميله ديال تركيا. دابا مثلا في الصيف عندك انطاليا، عندك فتحيه، عندك ازمير، عندك انطاليا، عندك فتحيه، عندك ازمير. مشات لي الاخرى، مشات لي المدينه الرابعه دو، خصوصا انطاليا وفتحيه وازمير معروفين عالميين. كيجيو لهم الاوكرانيين، الاوكرانيه الروسيين، الروسيات الاوروبيين، الاوروبيات الامريكي، تلقى من جميع الجنسيات كيمشيو يدوزوا الصيف في انطاليا. اللي مشى لانطاليا راه غادي يعرف هاد الهضره، غادي يوافقني على رايي. حاجه اللي واعره 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 بزاف، من نيفو عالي وعالي بزاف. وكيفاش مهلين في هاد المدن، كيفاش كيتعاملوا مع السياح، عكس اسطنبول ديك تلقى فيها شويه ديالها، ولكن في هاد المدن التعامل ديال السياح الهاي ليفل، لي هوستل، كتلقى الاجانب بزاف، ما كتحس براسك مسافر وسط ناس مسافرين. يعني كتلقى واحد حس براسك بواحد الجو زويون وعايش الحياه. وصل ستوب الا كنتي غادي. الحاجه الخامسه اللي تخليك تبغي تزور تركيا هي هاد المدن ديال انطاليا والمدن الساحليه ومدن الصيفيه الرائعه والجميله. واو نسيت ما قلت لكم من غير قبل ما نختتم لكم هذه الفقره الخامسه ديال البلاصه اللي خصكم علاش خصكم تزوروا تركيا، هي كابادوكيا. الا مشيتي تركيا ضروري تمشي لكابادوكيا. انا ان شاء الله عندي واحد الهدف ان شاء الله من هنا قدام انني راجع عن تركيا على قبل باش نمشي لكابادوكيا ان شاء الله. الله يسهل، غير راك ما عارفين على قبل الفلوس وداكشي، وان شاء الله من بعد لا سهل الله وجدوا شي فلوس ان شاء الله من بعد يسهل الله غادي نمشي لتركيا ان شاء الله على قبل كابادوكيا. باسكو شي حاجه واعره، تلاقيت مع بنادم من جميع جنسيات العالم في اسطنبول في لي هوستل اللي ريحت فيهم، ولا كيعرفوا لي هوستل يعرفوا راه كيكونوا فيهم الكبار بزاف من العالم كامل. قالوا لي كنجيو جينا على قبل باش نمشيو لكابادوكيا وريحوا شي ايام في اسطنبول تيزوروا هكا، ولكن الاغلبيه جاو على قبل كابادوكيا. ولا مشيتي لتما ضروري تزور كابادوكيا، حاجه واعره واعره بزاف. هذه الحاجه الخامسه اللي علاش خاصك تزور تركيا. الحاجه السادسه والاخيره علاش خاصك تزور تركيا هي كما كنقولوا المتاحف والاماكن التاريخيه. باسكو مثلا في اسطنبول، انا كندوي على اسطنبول اللي مشيت ليها ودرت مزيان، يعني متاحف، عندك المتاحف، عندك المساجد، عندك الاشكال معمار هندسي من العهد العثمانيين، من عهد العهود القديمه ديال العثمانيين، قبل من العثمانيين ورا العثمانيين، في العهد ديال العثمانيين تبنات تما في تركيا في اسطنبول. يعني متاحف، مساجد، قصور على البحر، كتلقى قصور على البحر، على مضيق البوسفور، كتلقى بزاف 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 ديال الاماكن المعماريه واماكن تاريخيه اللي واعره واعره بزاف، اللي غادي يخليكم تحبوا هذه المدينه. شوف راه اسطنبول واخا فيها سلبيات كعامره عامره بزاف، كفيها عنصريه بين هاكا وهاكا، كفيها شي حوايج سلبيه، ولكن راه فيها واحد الحوايج ايجابيه اللي كتخليك تعشق هذه المدينه اسطنبول. خصوصا اسطنبول علاش كيعشقوها بزاف كيبغوها بزاف، باسكو من غير ترانسبورتيشن يعني وسائل النقل اللي متطوره متطوره بزاف، من غير الجماليه ديال المدن، من غير المعمار، يعني كتلقى اي حاجه بغيتيها وكتحس براسك بنيه تحتيه ومعمار اوروبي وتاريخي في نفس الوقت، ومتقدمه ومتقدمه بزاف من هذه الناحيه. والاحياء ديالها كيفاش مهلين فيها وكيفاش مقادين داكشي، وغير حي شعبي رخيص عندهم تما تاهم مهلين فيهم مقادين وصباغه ونقية ما فاتش حاجة. سو هادي هي الحاجة رقم خمسة. بغيت نزيدكم دي رقم خمسة علاش خصكم تزوروا تركيا، ما عرفتش خمسة ولا ستة ما قالش. المهم اللي علاش خصكم تزوروا تركيا، وبغيت نزيدكم واحد الحاجة
كما كنقولوا الاكل انا ما عجبنيش حيت فيه بزاف ديال الشاورما، ولكن راه هو الاكل متنوع عندهم بزاف. مثلا أدانا معروفة بالكباب ديالها، كباب أدانا معروف تما في تركيا بزاف، مشهور عالميا كباب أدانا. عندهم الشاورما، عندهم بزاف ديال الاكل، يعني مثلا كل منطقة معروفة بأكلة، سوف تلقى واحد التنوع كبير في الاكل. مثلا كنت انت مولف على الطعام المغربي وهكا رفيزات صفار هكا، غادي يزيك شويه تما الماكله ديالهم شويه على قد الحد، وقت كنت مولف صفار مولفوك واحد مثلا بلاد مولفو، راك عارف كل بلاد باش كدارس. وهادو هما الحوايج اللي علاش خاصك تزور تركيا، ضروري تزور تركيا باسكو غادي تبغيها، تبغيها بزاف على هادشي. بزاف ديال الناس كانت عندهم فكره غلط، تركيا واديه على كيمشي ولا الحراكه ومحفحفه اللي طرسقات اللي كيمشي، منين مشى لها اول مره ولا ديما كيبغي يمشي لها، باسكو ديك المدينه خاصه اسطنبول كتسحرك وكتولفها. اليامات الاولى كتجيك في شكير، كتجيك عامره واك من نهار على نهار، اقسم لكم بلا اي واحد دوز التجربه يعرف، كتولي تبغي ديك المدينه وتبغي ديك البلاد، واخا بكاع السلبيات فيها ايجابيات كثيره، في حوايج اللي يخليوك تبغيها. هذا هو الفيديو ديال اليوم، لو وصلتي للثالث من الثانيه ما تنساش دير لايك وتابونا في القناه، بارطاجي الفيديو للماكسيموم باش تكبر لاشين ونوصلوا ان شاء الله على الاقل نوصلوا ل10K ان شاء الله، ونفعلوا اولا الشروط ديال 1000 ابوني 4000 ساعه ديال المشاهده، ونوصلوا لاول هدف اللي هو 10K هنا ان شاء الله في القناه باش نزيدوا القدام. يلا نشوفكم فيديو جديد غدا ان شاء الله، بيس.